هو من طبعه يلغي كل الرموز، ومن بينها الأعياد الوطنية والأعياد اللي متفق عليها مهما كان التفاصيل، يا ترى استقلال منقوص ولا استقلال كامل، الله أعلم. في هذه البحوث يبحثها المؤرخين ما بين بورقيبة وصلاح بن يوسف، ولكن هو مغرم بصناعة تاريخ جديد كيف القذافي. القذافي يعمل حتى أشهر شهور هجرية جديدة، وعمل كالندري جديد اسمه كالندري الأخضر. هو هكذا زاد مهووس بنفس الأشياء الجديدة هذه، ما يعترفش لا بعيد الاستقلال ولا حتى عيد الجمهورية. فكوا ردوا 25 جويلي هذاك بتاعه بتاع الانقلاب، وكذلك 14 جانفي كيف كيف اللي هو عيد الثورة، ما يعترف بشيء. راجل قاعد يلقى في حلول العالم الكل، والعلاقة مش بينه وبين الشعب، العلاقة بينه وبين كما قال هو، مش أنا مؤلف اللحن، قال أنا علاقتي برب العالمين أكهو، عندي رسالة من عنده يلزمني نطبقها، وما نسلم الحكم إلا للوطنيين الثابتين الباهين اللي أنا نعتقد اللي هم باهين. ولكن مع الأسف هم قاعدين ينقصوا توا الباهين، يعني كل مرة يطرد واحد، وكل مرة يمشي واحد، وكل مرة يكتشف اللي واحد منهم ما يصلحش، وهو يعينهم وحده ويمشيهم وحده. وحتى اللي كانوا مساندين عنده جي 7 ولا 8 صفحات كبيرة تخلوا عليه وانحازوا للمعارضة. أنا شخصيا نتلقى قداش من دعوة للناس هذوما يقولوا لي راهو ما فماش أمل على مراد الله، تبعناه وأيدناه، ولكن النتيجة صفر، النتيجة كارثة، ماشي بينا لمزيد الهاوية.